هناخد ازاي نعرض مخرجات من خلال البرنت فانكشن. اول حاجه بنتعلمها على طول في البايثون ازاي نعرض حاجه من خلال البرنت فانكشن. في كلمه اسمها برنت بنستخدمها في البايثون شهيره. خلاص لما اقول كلمه فانكشن معناها ان في كود اللي عمل البايثون كاتبينه لنا بيسميه بري ريتن او بري ديفايند، يعني مكتوب قبل كده ومجهزينه عشان يعمل عمليه معينه احنا بنستخدمه. مجهزينه عشان يعمل عمليه معينه احنا بنستخدمها، اللي هي اسمها ديسبلاي دي، اللي اسمها برنت دي بتعمل عرض للمخرجات على الشاشه. هي مهمتها ان بتعرض لك على الشاشه، هم مظبطين ان هي تعرض على الشاشه، فاحنا بنكتبها فهو يرن لك ازاي يعرض على الشاشه. يعني لو رحنا فتحنا كده بايثون الاي دي ال اي مثلا على طول اهو، انا ممكن بس اظبط الفونت بتاعنا عشان بس الحجم يبقى حجم الخط يبقى اوضح. مش لاقي حتى ادوس على الاقي كله بيكبر. كده مثلا ماشي. كده هو جاهز البايثون يكتب، فانا هكتب كلمه برنت ودي الفانكشن الاولى اللي احنا عايزين نتكلم عليها، وقلنا بتعرض المخرجات بتاعتنا على الشاشه. هفتح كده قوس واكتب مثلا ايه ويلكم واقفل. خلاص ده الامر، الحته دي كلها اللي معانا دلوقتي دي بالنسبه لنا الايه، ده الامر اللي احنا بنستخدمه. انا بتكلم على البرنت فانكشن دي. خلاص البرنت فانكشن دي هتكلم عليها ودردش شويه لان الامر دوت هياخد مننا شويه وقت عشان نفهم كل تفاصيله. على العموم لما نيجي نحب ننفذ فانكشن زي دي انا طبعا دوست انتر طبع لي كلمه ويلكم، فانا قلت له اطبع ويلكم فهو قال لي ويلكم، يعني فهم الامر وطبع على الشاشه كلمه ايه؟ كلمه ويلكم. لما نيجي دي اللي احنا عملناه الوقت لما دوسنا انتر كده دي معناها ان احنا عملنا اكزكيوت للفانكشن، نفذنا الفانكشن دي نفذناها. واحنا في البرمجه في الغالب بنقول عملنا كولينج للفانكشن، يعني معلش انا بحاول اركز على بعض المفاهيم بحيث ان انت تبدا تاخد بعد كده بالك من الكلام والمصطلحات اللي احنا بنستخدمها. يعني ف بنعمل كولينج ذا فانكشن، يعني بننادي على الفانكشن معينه بتعمل لنا وظيفه معينه. طيب الحاجه اللي احنا خدنا بالنا منها ان احنا حطينا حاجه اسمها بارانثيسيس هنا، اقواس كده، الاقواس دي شكلها مدور، في اقواس انواع كتير وكل نوع ليه معنى. انت بتكلم على الايه؟ البارانثيسيس ديت اللي هي الاقواس المدوره ديت اللي احنا استخدمناها. دي بدايه ونهايه الايه؟ ونهايه الفانكشن اللي احنا بنعمل لها كول اللي احنا بناديها. ما بين الاثنين دول كده في كلمه ويلكم كتبناها في النص، في كلمه ويلكم كتبناها في النص. كلمه ويلكم دي بنسميها argument، بنسميها ايه؟ argument. argument او ساعات بنسميها parameter. ماشي الارجمنت ديت دي معناها البيانات او الداتا اللي احنا عايزين نبعتها للامر برنت، اللي عايزين نبعتها للامر ايه؟ برنت. فاحنا عايزين نبعت للامر برنت كلمه ويلكم، فبنسميها argument. دي بعت كلمه ويلكم لكلمه لبرنت، فبرنت قامت بشغلها ان هي طبعت كلمه اللي اتبعت لها طبعته على الايه؟ طبيعته على الشاشه، ودي كانت في الاساس دي وظيفتها. خلاص طيب كلام جميل. طبعا البرنت دي ممكن تطبع حاجات كتير، يعني ممكن نقول مثلا ايه مثلا سلام ستريت مثلا، كتبت كده 15 سلام ستريت. تلاحظ في الجمله دي ان انا استخدمت هنا ارقام، استخدمت هنا رموز درامز سامبلز، واستخدمت سبيس مسافات، بجانب طبعا حسمت استخدمت حروف كابيتال وسمول وكلام زي كده. بص انتر طبعها لي ما فيش اي مشكله خالص. تمام طيب اللي احنا بنستخدمه ده ده كله على بعضه اتفقنا اسمه ارجمنت، وبيتبعه بالشكل ده. تلاحظوا كمان احنا كتبنا برنت وعرفنا البرنت دي ايه، وكتبنا الاقواس وعرفنا اللي بيتبع في النص اسمه ارجمنتس،
في حاجه كمان استخدمناها ما كناش عليها، اللي هي الدبل كوتيشن اللي موجوده هنا. في علامه دبل كوتيشن في الاول وفي اخر الجمله دي، خلاص دي بيسميها string. ده طبعا string literal، literal يعني ثابت، يعني النص اللي موجود دوت ثابت. وده نص، يعني ايه نص؟ يعني ده مش رقم. لما نقول 15 سلام ستريت دي مش رقم، ده مش رقم. حتى لو كلمه 15 دي كانت بالنسبه لك رقم فدي مش رقم. هو هنا فهمها ان هي string، فهمها ان هو نص، والنص بالنسبه لنا مجموعه من اما اقول string او اقول نص في لغات البرمجه عندنا بنبقى قاصدين ان هو اي حاجه بتتكتب على الكيبورد، يعني اي ارقام او حروف او رموز دي بالنسبه لنا بنسميها كلها string. خلاص لما نقول string يبقى احنا قاصدين ده كله. السترينج ان هو عندنا literal ثابت، لان في حاجات هنتعرف عليها دلوقتي كمان شويه زي variables وكلام زي كده، هنقدر تروح عملها 15 سلام ستريت. لكن كتبناها ما بين double quotation لان السترينج literal او النصوص الثابته بتتحط ما بين double quotation بس. لا ممكن تتحط كمان، يعني ممكن نفس الكود ده هو بس اغير بدل الدبل كوتيشن احط سنجل كود، احط ايه؟ سنجل كود. سنجل كود ينفع ودبل كود كود تنفع، يعني السنجل كود مارك ديت ما بين اثنين ماشي. عايز اشتغل دبل كود برضو هيفهمها عادي، مفيش ايه؟ مفيش مشكله. طيب ما تجيش بقى تشيك، يعني ما تجيش مثلا تعمل كده تقول فتحت مثلا بدبل كوت وتقفل بايه؟ وتقفل بسنجل كوت وتدوس انتر. في الحاله دي هيبدا يقول لك ايه؟ ان في سينتاكس ايرور. سينتاكس يعني شكل الكتابه اللي انت كاتبها فيها غلط، شكل الكتابه اللي انت كاتبها فيها ايه؟ غلطه. وبيقول لك الغلطه دي حصلت وانا بعمل سكاننج، يعني وانا بقرا السترنج ليترال اللي احنا بنحكي عليها من شويه، دي السترنج ليترال. ماشي؟ فهو بيقراها عنده مشكله لان طبعا ما قدرش يفهم انك تبدا بالدبل كوتيشن اقفل بالدبل كوتيشن، هتبدا بالسنجل كود اقفل بالسنجل ايه؟ اقفل بالسنجل كود بتاعتك. كويس جدا. حاجه كمان، طب افترضنا انا عايز الجمله ذات نفسها هطبع فيها سنجل كود، يعني مثلا هقول برنت مثلا امر برنت وهقول له I don't مثلا كده. خد بالك هنا عندي سنجل كود عايز استخدمها في الانجليش كابوستروفي، يعني يعني الكومه العلويه دي. طبعا بالنسبه لي دي كده بالنسبه لي سنجل كود، صح كده ولا ايه؟ طيب مثلا I don't fail مثلا وعلامه التعجب او نقطه وقفلت دبل كوتيشن، هل دي كده فيها مشكله؟ بص طالما استخدمت سنجل كود في نص في التكست بتاعك ده، استخدمت سنجل كود في النص مفيش مشكله، بس تخلي اللي بره الاول والاخر يبقى دبل كود. يعني لو انا عايز استخدم في النص سنجل كود يبقى احط في الاول وفي الاخر دبل كوتيشن، كده هيفهم ومش هيحصل عندك مشكله، كده يحصل هينفذ وما عندكش مشكله. طب لو انا عاوز اطبع يعني في النص دبل كوت، يعني مثلا هقول له برنت عايز اطبع دبل كوتيشن ابدا بالسنجل، اقول له مثلا I am reading ما بين دبل كوتيشن دبل كوتيشن كده خلاص خلصنا وتعمل نقطة. طبعا السبيس برضه بتحصل تقفل بالسنجل كده. هو انا عملت ايه؟ بدات بسنجل كوت وقفلت بسنجل كوت واستخدمت الدبل كوتيشن في النص. اما اجي اطبع مفيش مشكله وهيقدر ايه؟ هيقدر يطبع لي عادي الدبل كوتيشن بدون مشكله. طب افتراضا وده وارد ان انا الجمله بتاعتي مثلا قلت I'm reading Quran عايز اعمل سنجل، يعني لو هعيد نفس الجمله دي خلاص هي كده، بس انا عايز اقول كده اهو عايز اعمل سنجل كود كده، بقت الجمله فيها سنجل كود وفيها دبل كود. طبعا تلاحظوا ان هو يعني ساود كلمه من اول ار في حرف الام لانه افتكر برنت وما بين سنجل كود حرف الاي فهيطبع كلمه اي، بعد كده قال لك مين الام ومين الريدنج دي وضرب وطلع ايرور. يعني لو دوسنا انتر
قال لي invalid syntax، انا مش فاهم الام دي وعلم عليها، انا مش فاهمها. هو عارف الاي دي هيطبع كلمه اي، لكن مين الام ومين ريدنج، طلع ايرور ما فهمش خلاص. فناخد بالنا من دي. طب انا عايز اعمل بقى الجمله بتاعتي يبقى فيها الاثنين مع بعض يعني، وده وارد برضو يعني. قال لك ماشي، ممكن تعمل ايه؟ دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن، تبدا بثلاثه دبل كوتيشن وتقفل في الاخر بدبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن، ثلاثه دبل كوتيشن. في الحاله دي معناها ان انت بتستخدم التريبل كوتس، سواء كان على فكره الكلام ده ينفع معايا في الدبل كوتيشن او السنجل كوتيشن. يعني عملت ثلاثه سنجل كوتيشن وقفلت بثلاثه سنجل كوتيشن تريبل كوتس، يعني بنسميها تريبل كوتس، ما عندكش مشكله. وهيبقى منك بقى انك تحط كلام في سنجل كوت وحاجات في دبل كوت في النص كده، فاهم؟ انك هتبدا بالبدايه بالدبل كوتيشنز بثلاثه وهتقفل بثلاثه، سواء كان يعني تريبل كوتس بنسميها تريبل كوتس، هتبدا بالتريبل كوتس هتقفل بالتريبل كوتس، واللي في النص جات له بقى سنجل جات له دبل ما بيفرقش معاه، ما بيفرقش معاه، هو مستني ايه التريبل دي عشان يبدا يوقف بيها. حاجه كمان برضو مهمه جدا في التريبل كوتيشن، التريبل كوتيشنز ديت بتدعم انك تكتب على اكتر من سطر. يعني لو انا عملت برنت كده اهو وثلاث اهم قمت قايل تايم مثلا ونزلت سطر قمت كاتب مثلا ريدنج ونزلت سطر ان دبل كوتيشن كاتب قران ونقطه ونزلت سطر قمت عامل دبل كوتيشن قمت عامل دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن، انا تلاقي ثلاثي اهو وقفلت الايه الكوست. لاحظوا ان هو فهم ان انت خلصت، فبص كده انتر مفيش اي مشكله، فهم اي ام ريدنج قران على ثلاث اسطر زي ما انت كتبتها بالظبط، وفهم بدايتك فين ونهايتك فين بسبب الايه التريبل كود اللي احنا استخدمناه.